نختم الجولة بنصيحة ومنها نقرأ: الخرطوم تربط المعاملات والخدمات بشهادة تطعيم كورونا. قررت اللجنة العليا المشتركة لمجابهة طوارئ كورونا بولاية الخرطوم ربط إجراء المعاملات وتلقي الخدمات بإبراز شهادة التطعيم بلقاح كورونا. وقال والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة عقب اجتماعه مع لجنة طوارئ كورونا بمكتبه أمس إن الإقبال على التطعيم لا يزال ضعيفا رغم توفر مراكز التطعيم في كل محليات الولاية، ونوه إلى أن التطعيم هو الوسيلة الوحيدة المتاحة الآن لتفادي الإصابة. وطلب الوالي بتكثيف التوعية الإعلامية وحث المواطنين على التطعيم والالتزام بالاحترازات الصحية. أستاذ وليد، يعني هل باعتقادك يعني تمتلك السلطات، سلطة الولاية، الآليات اللازمة لتطبيق هذا المقترح بربط مسألة المعاملات والخدمات كذلك بتطعيم بشهادة التطعيم نفسها، تطعيم كورونا؟ القرار هو قرار جيد، يعني هناك في لا مبالاة وفي استهبال وفي استهتار بهذه، ولكن إذا الوالي عنده الآلية الفعالة التي يمكن تطبيقها وربطها مباشرة هذا القرار سيكون قرار فعال، ولكن إذا كان القرار يخرج ولا يجد المتابعة ولا حتى يجد من يتابع وينفذ في المحليات والإداريات فسيكون قرار من دون فائدة. طيب لماذا يعني ما زال الإقبال على التطعيم ضعيفا للغاية؟ الإقبال ضعيف لأنه أولا الجائحة كورونا عندما جاءت كان هناك في تشكيك من اللحظة الأولى، هناك تشكيك وهناك عدم اعتراف، والغريب حتى اللحظة أنه في بعض المواطنين يشككون في صحة أو وجود كورونا رغم الآلاف من الأشخاص الذين توفوا إلى رحمة الله بسبب هذا المرض، ولكن لا زال البعض يعتقد أن هذا التطعيم ما هو إلا لازم فائدة، ولذلك يجب ربطه لهم بالخدمات. حتى الآن الناس الذين يذهبون إلى مراكز التطعيم هم الذين يريدون السفر إلى خارج البلاد أو إصدار بعض الأوراق الثبوتية يطالبون بذلك. أليس ذلك سيكون ربما صعبا للغاية؟ يعني حينما تم الإغلاق كان الناس يسافرون، يعني الآن كان هناك بعض الأحاديث أن بعض الأشخاص يزورون أيضا شهادة تطعيم كورونا لكي يسافروا، يعني هناك فساد يحوم في كل مكان. هل باعتقادك يعني ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع يعني في التصدي للجائحة؟ الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع أنه أولا أن تكون هناك توعية بخطورة المرض وتوعية بضرورة التطعيم وزيادة عدد المراكز في الأحياء والمراكز الصحية حتى لا يجد الذين لا يريدون الذهاب سبب ببعد المسافة وذلك، وإنشاء مراكز متجولة للتطعيم برضو ممكن تفيد الناس أكثر.